حلقة جديدة من برنامج المنصة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعيش نحو مليون موظف في القطاع المدني الحكومي بالعاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في جحيم ومعاناة لا تنتهي منذ أن توقفت رواتبهم بشكل شبه تام في شهر سبتمبر 2016. 3 أعوام والموظفون لا يستلمون مرتباتهم، وإن استلموها فإنها تأتي على فترات متقطعة وقد خصم منها الكثير. مرتبات لا تتجاوز $100 ولا تكفي لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، خصوصا مع الارتفاع المستمر للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية. عن عدم الانتظام في صرف رواتب الموظفين في ظل غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة سيكون المحور الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. أما في المحور الثاني سنناقش توقف إصدار الجوازات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتوقف التعامل بالجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين. لماذا توقفت مصالح الجوازات الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية عن إصدار الجوازات؟ ولماذا لا يتم رفض هذه المكاتب بالدفاتر اللازمة لطباعة الجوازات منذ أشهر في الوقت الذي تم منع التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؟ ما البدائل المطروحة أمام المواطنين الساكنين في هذه المناطق رغم أن الحصول على جواز السفر أبسط حقوق المواطنين في كافة أنحاء العالم؟ لكن قبل هذا نذكركم أنه بإمكانكم مشاهدينا الكرام المشاركة في البرنامج من خلال أحد الأرقام الموضحة أسفل الشاشة، ونستقبل الآن أول اتصال. سيكون معنا مروان الصبري الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من مصر. مرحبا بك مروان. مرحبا بكم جميعا، وسعدتم بالخير مساء جميعا على رفاق مقر التركيز وعلى المشاهدين جميعا. أهلا بك مروان. برأيك من يتحمل مسؤولية توقف المرتبات طوال هذه الفترة؟ من الذي يتحمل المسؤولية المباشرة؟ الرد بشكل مباشر على سؤالك أنه من يتحمل المسؤولية بشكل مباشر هم طرفي الصراع بشكل بدرجه رئيسيه يتحملها عبد الرب منصور هادي باعتباره رئيس جمهوريه، وبالطرف الاخر يتحملها جماعه الحوثي باعتبارها بانها صادرت كل الموارد ومنعت كل الموارد واستولت على كل الموارد وانهت بما كان يسمى دوله. فبشكل طبيعي انه طرفي الصراع هم يتحملوا عدم انتظام الرواتب. هل هذا فقط يتحمل مسؤولية مرتبات من هم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أيضا بقية المناطق؟ وماذا ترد على من يقول أن عندما تبرر الشرعية أن موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا لا تذهب لأيديهم، لذلك هم لا يستطيعون أن يدفعوا مرتبات هذه المناطق؟ باعتباري هذا منطق غير معقول، بانه الشرعيه تتحدث بانه مناطق ليست تحت سيطرتنا، فبالتالي نحن لسنا ملزمون بدفع الرواتب. لا، هم دوله، كانوا هم شرعيه، بالتالي مسؤوليه كل مواطن يمني سواء كان تحت سيطره جماعه الحوثي في من يعيش في منطقه سيطره الحوثي او يعيش في منطقه سيطره المقاومه او كان في اي بلد في العالم، هم يعتبرون المسؤول الاخلاقي والمسؤول الرئيسي حسب العقد الاجتماعي الذي تم على ضوءه بعد 11 فبراير. لكن انا لا ادري على اي منطق يتم الاستناد اليه في 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 في, في هذه الحجه. هذا منطق اهبل ومنطق وصلنا منطق الهروب من الحجه. فيا سيدي دعك عن هذه الحجه التي لا الغير مقنعه، ادفع رواتب من هم تحت الشرعيه يعني. نعم، من باب ابداع اصل النوايا اولا. نعم مروان، الحكومه دائما ما تبرر ان ليس لديها الامكانيات، ليس لديها مصادر ماليه، وان بسبب الاوضاع والحرب، و يعني الان هم خارج الوطن. برايك هل لدى الحكومه الامكانيات لدفع الرواتب والانتظام بها شهريا؟ هل يمتلكون الموارد؟ هل يمتلكون الامكانيات لذلك؟ سيدتي العزيزة، ما أحب أن أقوله للمشاهد الكريم بأنه الحكومة إذا امتلكت الإرادة الحقيقية بأن تدفع الراتب سيدفع. إذا
اتخذت خطوات حقيقيه نحو دفع الراتب، بيتم دفع الراتب، لكن هناك عدم الشعور بالمسؤوليه بالان من رئيس الجمهوريه باعتباره هو يتحمل المسؤوليه الاولى في عدم دفع الراتب، لان مساله الراتب ليست مساله بسيطه، مساله الراتب هي معناته انه هي الفرصه الاخيره للمواطن بان يحصل على الحق في الحياه. نعم. باعتبار ان الراتب هو برغم انه بسيط جدا لا يتجاوز في معظم الاحيان ال 80 دولار او 100 دولار، لكنه يشيل حمل كبير، حمل كبير من هو والاسره. فانقطاع الراتب انا اشوفه بمثابه اعلان الحرب الحقيقيه من الطرفين وبرعايه الامم المتحده في على 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 المواطن البسيط. انقطاع الراتب لم يتاثر منه عبد الرب الفرادي، لم يتاثر منه عبد الملك الحوثي، لم يتاثر منه معين عبد الملك، لم يتاثر منه اي وكيل وزاره، هذا كلهم يحصلوا على راتبهم، من تاثر منه هو المواطن البسيط. صحيح. المواطن اللي الطرف الثاني اتفقت على 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 قتله يعني. صحيح مروان، حتى إذا تم صرف رواتب بين فترة وأخرى يتم صرف مبالغ بسيطة، هل تكفي هذه الرواتب المواطنين؟ كيف يتدبرون أوضاعهم بهذه المبالغ البسيطة في ظل هذا الارتفاع المخيف للأسعار؟ سيدة أمل، دعيني أعرق على هذا الموضوع بشيء بسيط، لأنه بقاء الراتب هو بمعنى أنه بقاء على قيد الحياه، بمعنى انه بقاء الخدمات. صحيح. الجزء البسيط من الخدمات الجزء البسيط من الخدمات الاساسيه، بمعنى انه بقاء الراتب هو بقاء المعلم يعلم اجيالنا، بقاء الراتب معناته بقاء النظام الصحي شغال على كافه الاوجه، بقاء الراتب معناه بانه الاسره قادره، لكن انعدام الراتب هو انعدام حياه وتوفر فرص وبؤر للارهاب اولا، لتجربة الاحصان ثانيا. نعم. هناك موضوع اثير قبل نصف ساعه في قناه بلقيس يتحدث عن التجنيد الى الحدود الجنوبيه. انا ما ادركه ما اعلمه من قوائم التي تمر من مناطقنا نحن، هناك قوائم بالعشرات تتدفق يوميا الى هذه المناطق بسبب عدم امتلاك الاسر لقمه العيش وتضطر الى ارسال احد ابنائها. نعم. إضافة إلى أنه أطراف الصراع تضطر تجند من الأطفال وتجند من الناس، هؤلاء تستخدمهم للقتال. نعم، إذن هم يستغلون حاجة الناس. هم الآن. نعم مروان. الآن أطراف الصراع هي تفقد الراتب باعتبار أنه أنا بمجرد ما كنت قبل الحرب أمتلك راتب يعني يتجاوز ال 200 دولار، ال 100,000 ريال يمني. الآن أنا لم أعد أمتلكه، فبالتالي يسهل على أحد من أطراف الصراع أن يستقطبني بسهولة مجرد أنه يضمن لي لقمة العيش لأسرتي، فخلاص أنا هنا أعتبر أنه أنا بالجانب الآمن تماما، وبالتالي هناك سياسة متعمدة في عدم صرف الراتب، لا هناك موارد يا أستاذة. صحيح. هناك موارد غير عالية. نعم. في محافظة تعز، في محافظة تعز على سبيل المثال، في خلال سنة واحدة ارتفعت الموارد بدل ما كانت من 200. نعم، وصلت الفكرة مروان، إذن هي إرادة، إذن ليست الموارد من تغيب، ما تغيب هي الإرادة. شكرا مروان الصبري، كنت معي من مصر، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا الكرام نستقبل اتصال آخر من تعز من داخل اليمن. معنا محمد عبد الله من تعز، مرحبا بك محمد. حياك، اهلا وسهلا. محمد، اول سؤال ساساله لك، متى اخر مره استلمت الراتب وكم كان؟ والله اخر راتب كان لي في قبل ايام، لكن انا عندي كلمه اود اقولها في هذا الموضوع. في البدايه الشهر كريم عليكم وعلى كل العاملين في قناه بلقيس. علينا وعليك يا محمد. بألف خير. علينا وعليك يا محمد وعلى جميع اليمنيين في الداخل والخارج. أختي العزيزة، مشكلة صرف الرواتب زادت الأوجاع الاقتصادية في البلد، حيث يواجه آلاف من الموظفين الحكوميين الذين يعانون بالفعل جراء الحرب الدائرة في البلد من عدم صرف رواتبهم المتوقفة منذ ما يقارب سنة عام، وهذه كارثة. ويرجع ذلك السبب أختي العزيزة إلى السبب المباشر وراء ذلك، وقرار الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بنقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمه صنعاء الواقعه تحت سيطره الانقلابيين الى العاصمه المؤقته عدن.
وتعهدت الحكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين الحكوميين بلا استثناء حتى لو كانوا في محافظات تحت قبضة الانقلابيين الحوثيين بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن. لكن أختي العزيزة، الحكومة الشرعية لم تلتزم بوعودها بدفع رواتب الموظفين، في حين تتهم الحكومة الشرعية وتتحجج بعدم توريد الانقلابيين الإيرادات المالية للبنك المركزي اليمني إلى عدن من قبل الانقلابيين الحوثيين. لكن أختي العزيزة، أنا كموظف حكومي إيش دخلي بالإيرادات وحقة الإيرادات؟ في النهاية أنا مطلبي راتبي. مشكلة الإيرادات مش مشكلة الموظف. الموظف يريد أن يعيش، يريد يعيش هو وأولاده بخير وسعادة. بالتالي أختي العزيزة، مشكلة انقطاع الراتب أوجدت معركة اقتصادية بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء. والضحية هم الموظفين الحكوميين الذين يعانون في حالة إفلاس وفقر، يعيشون 3 أعوام بلا مرتبات ولا حياة لمن تنادي. الموظف الحكومي في القطاع الخاص ويعني في القطاع العام بحاجة ماسة إلى صرف رواتبه. في هذا السياق من المنصف أن تتحول رواتب الموظفين إلى مادة في الصراع السياسي، ما دام مئات الآلاف من الموظفين أن يجدوا أنفسهم فجأة بلا راتب ولا مصدر للدخل والمعيشة لمواجهة الظروف والتداعيات الحرب. أختي العزيزة، من المؤلم جدا أن انقطاع المرتبات والتي جاءت في ظرف وتوقيت حرج والذي تسبب في تشريد كثير من العاملين في القطاع التربوي والصحي وغير ذلك من القطاعات في البحث عن فرص عمل ومصدر الرزق يسد به رمق ورمق أولادي، مما انعكس سلبا في تعطيل كثير من المدارس وحرمان كثير من الطلاب من مدارسهم وانعدام الكثير من الخدمات الصحية وغيرها. نعم عبد الله أو محمد عفوا، عندما لا تستلمون رواتبكم بشهور كيف تتدبرون أموركم؟ كيف يتدبر المواطنون أمورهم؟ كيف يستمرون في العيش وتوفير لاحتياجاتهم اليومية لأسرهم؟ والله يا أختي العزيزة، أنا عن نفسي استلمت آخر راتب من هذا الشهر، والله ما كفى احتياجات الشهر رمضان. لكن ليش نفعل؟ بالله عليك، إيش ننتظر من موظف حكومي يعني طبيب أو مدرس وهو لم يستطع أن يسدد إيجار المنزل أو الشقة حقه والديون المتراكمة عليه لدى التجار المواد الغذائية، أو لم يستطيع أن يوفر حتى قيمة علاج لأحد أولاده إذا سمح الله في حالة المرض. يعني أختي العزيزة، جميع الموظفين وأخص بالذكر الموظفين في المحافظات الغير محررة يترقبون شبح الموت والمجاعات منذ انقطاع مرتباتهم، والذي تسبب في أزمة اقتصادية خانقة في ظل الاعتماد الكلي على الراتب كمصدر للرزق، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الأسعار الجنوني في المواد الغذائية. توقف الراتب يعني توقف الهيئة، الراتب هو الذي يحرك عجلة الاقتصاد. بالتالي عندما تحولت الأطراف المتصارعة الراتب إلى ورقة حرب اقتصادية بين الطرفين، هنا كانت الكارثة والتي زادت معاناة الموظفين أسوان، وأنا أحد الضحايا أختي العزيزة. نعم، إذا محمد عبد الله كنت معنا من محافظة تعز، شكرا جزيلا لك. والآن معنا شاكر القحطاني الذي ينضم إلينا من الهند، مرحبا بك شاكر. أهلا وسهلا بك أختي العزيزة، وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير. علينا وعليك وكل سنة وأنت بخير. إذا شاكر، 4 سنوات والناس بدون رواتب، برأيك من يتحمل المسؤولية وما هي الخيارات المتاحة أمام الناس؟ كيف يتدبرون أمورهم؟ والله الذي يتحمل المسؤولية أولا الانقلابي الذي في صنعاء، وأيضا السلطة الشرعية التي توعد الناس بالمرتبات وعملت على مبنى البنك المركزي وأوعدت الموظفين المدنيين والعسكريين وأمرتهم باستلام جميع رواتبهم، إلا أن هذه الحكومة لا تفيد وعودها. وأيضا حكومة الانقلابيين في صنعاء يعني كل 4 أشهر 5 أشهر يصرفوا نصف المرتب. يعني إذا كان معاش العسكري 30,000 إلى 35,000، بعد 5 أشهر 6 أشهر يصرفوا له 15,000، ما تجي يعني ما تجيبش حد شيء ولا بر. يعني كل عسكري أو كل موظف يعول 5 إلى 6 أفراد. الناس كلهم يعني في اليمن يعانون الأمرين، حتى إحنا هنا في خارج البلاد أو في خارج اليمن مشان المرتبات، أنا لي مرتبي أكثر من سنة ونص، سافرنا ندرس في الخارج وما كانتش معانا، ما عملناش على البصمه. حكومه صنعاء والانقلابيين قالوا انتم مفصولين، وسقطوا اسمائنا من وزاره الخدمه المدنيه في صنعاء تحت حده البصمه،
والى الان من اكثر من سنه ونص لم نتكلم اي مرتدات المنفجر في الشيء يعني في المناطق الشماليه. ايضا جاءت مرتبات من حكومه الشرعيه قبل حوالي اسبوع يعني مرتب شهرين من نص ونص رفضوا يسلمون وكلائنا، طلبوا من الوكاله سوينا الوكاله من السفاره ومن البنصليه وتعبنا وخسرنا وطلعنا ونزلنا علشان يعني نغطي شويه احتياجات اهلنا وعوائلنا في اليمن. قبل يومين وثلاث استاجه وزير الماليه وكيل وزير الماليه رفض هذه الوكالات، قالوا تعالوا عندنا نعمد الوكالات علشان تكون ثالثه المفرد الاوكراني. قلنا لا عندهم مكنا وكلائنا رفضوهم. يعني ما فيش لا ضمير ولا انسانيه ولا رحمه. 30 مليون يمني تبادلوا في الداخل واحنا هنا طلاب وطالبات وعوائل تبادل في الخارج. لا عاد رحمه ولا شفقه في رمضان ولا في غير رمضان. الاسعار يعني على ده عكسيه تماما. المرتبات ولا يجير بالصفر والاسعار يعني تجي يعني الكيس البر يوصل 20,000 ريال. ايش يعني كم هذا المواطن اليمني هذا المسكين؟ نعم، اذا شاكر أمر مؤسف، شكرا لمداخلتك ومشاركتك معنا وطرحك في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك شاكر. الآن معنا نجيب عبد الله من تعز. ايوه معك. اهلا نجيب، بما انك من اليمن ومن تعز، سأسألك متى اخر مرة استلمت الراتب وكم كان وكيف تتدبرون اموركم بهذه المبالغ البسيطة؟ والله في البداية نشكر قناة بلقيس، وطبعا الرواتب صارت في هذه الأيام يعني عملة صعبة. نعم. لا يستطيع الإنسان يعني يوجد مهما يكون، وخاصة نحن نعيش في هذه الظروف الصعبة التي دائما ما تكون، وأيضا ما فيش هناك يعني ضبط أو في لكي تعمل على بلورة هذه المشاكل. أيوة. والاختلالات الذي توجد هنا في محافظة تعز، ونحن هنا نشد على الحكومة أن تبني وتنفذ نفوذها حتى لكي يستطيع الإنسان البسيط أن يتحصل على هذا الراتب البسيط. نعم. لكي نجيب، كل كم يتم صرف لكم الرواتب؟ نعم اسمعك نجيب، هل تسمعني؟ ايوه اسمعك نجيب. كل كم يتم صرف الرواتب في تعز؟ والله صارت الرواتب ليس يعني في كل شهر يعني تتاخر. يعني ما فيش كذا يعني ضبط يعني شهريا تتاخر. نعم. يعني من شهر الى شهر، صار يعني صار يعني عملة صعبة هنا في محافظة تعز. وعندما يسلموها لكم الرواتب يسلموها كاملة أو ناقصة؟ والله يعني أنا مش أقول لك يعني ناقصة مع أشياء كاملة. طيب هل يفسروا لكم ليش هي تكون ناقصة؟ لماذا تتم هذه الاستقطاعات من الرواتب؟ إلى أين تذهب؟ ألا يفسروا لكم لماذا استقطعوا من هذه الرواتب هذه المبالغ؟ والله هذه المبالغ يعني لا ندري اين يذوب فيها، لانه صرنا يعني في محال يعني لا يدري بها الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذه الايام. وانت كما تعرفين انه المعيشه صارت صعبه هنا في محافظه تعز وفي الجمهوريه يعني، والمعاش يعني لا يكفي، لذلك الراتب يعني لا يكفي المواطن، لانه صار يعني المعاش يعني ليس بالمستوى الجيد. نعم. ونتمنى ان نعم نجيب، يعني انتم لما تذهبون لاستلام رواتبكم الا يفسروا لكم لماذا تم استقطاع هذه المبالغ؟ يعني ما يقولوا لكم ليش ما اخذوا من رواتبكم؟ طيب المبالغ اللي يتم صرفها لكم هل تكفي لسد احتياجاتكم اليوميه؟ طبعا انت تعرفين انه غلاء المعيشه في هذه الايام يعني صارت يعني غلاء فاحش. أيوة. والارتفاع الاسعار يعني مرتفعه جدا. لا تكفي يعني ولا تسد رقي
اي الراتب، لانه صار يعني في هنا في محافظه تعز يعني صار المعيشه صعبه جدا جدا، وخاصه غلاء في هذه الايام، والاسواق يعني تجد يعني من مكان الى مكان يعني غلاء فاحش جدا جدا، لا يستطيع المواطن ان يعني يلبي طلبات احتياجاته في بيته وقوت يومه. طيب كيف تتدبرون اموركم؟ ما هي البدائل المتاحه لكم؟ والله البدائل هذا يعود على يعني على الحكومه ان تكون لها يعني رافد في البدايه، وان تبني يعني اولا تكون البنيه يعني بناء صحيح حتى يستطيع المواطن ان يتلمس احتياجه، وانت تعرفي انه في هذه الايام يعني المعيشه صارت صعبه صعبه جدا هنا في محافظه تعز. لا ندري لذلك نتمنى من رئيس الجمهوريه ان وايضا من الحكومه ان تكون لها حاضر وصدى وتكون لها يعني واقع في هذا الايام، ونحن نتمنى ايضا خاصه في هذا الشهر الكريم صار يعني المعيشه يعني صعبه صعبه جدا في الغايه هنا في محافظه تعز. نعم، إذا نجيب عبد الله كنت معي من تعز، نتمنى أن تصل شكواك إلى مسامع المسؤولين برغم أنني لا أعتقد أنهم يسمعون. إذا شكرا جزيلا لك، كنت معي من تعز. أعزائي المشاهدين، الآن وصلنا إلى المحور الثاني من برنامجنا، حيث سنناقش في هذا المحور موضوع التوقف عن إصدار الجوازات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتوقف التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين. نستقبل أول اتصال في هذا المحور، ومعنا الأستاذ مصطفى ناصر. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ مصطفى، بما أنك قبلت المشاركة معنا في هذه الحلقة وفي هذا المحور، هل لديك واقعة شخصية مع الموضوع؟ بالتأكيد هناك أكثر من واقعة، سواء كانت معي أو مع أشخاص أعرفهم، فيما يتعلق بموضوع الجوازات، ولذلك أطلقنا حملة اسمها وين الجوازات. هذه يعني الحملة للتذكير أو للضغط من أجل توفير الجوازات، وفي الحقيقة أنه أمر مؤسف أن يتم إطلاق حملة من هذا النوع على حق أساسي فيه مقابل مادي للحكومة. يعني الحكومة يفترض أنها مستفيدة من هكذا خدمة هي بالدرجة الأولى، فلا أدري أي مبرر يجعلها تتأخر في توفير جوازات سفر للمواطنين لأكثر من 4 أشهر. نعم. تحولت الجوازات إلى فرصة للسمسرة ولزيادة أسعار الجوازات وخلق سوق سوداء، وهذه مشكلة كبيرة الآن في القنصليات وفي داخل اليمن في فروع مصلحة الهجرة، وفي فروع مصلحة الأحوال المدنية لا توجد جوازات إلا بطرق ملتوية وغيرها. نعم. وصلت أسعارها إلى 3-4 أضعاف هذا إذا وجدت. وفي الحقيقة الكلفة المادية أيضا بالإضافة إلى يعني ما يعانيها المواطنين أو المرضى أو الطلاب أو أصحاب الحاجات والتجار وغيرهم الذي ينتهي جوازه في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه اليمن، هناك كلفة كبيرة تخسرها البلد في الفرص الضايعة جراء عدم توفر الجوازات لهذه المدة كلها. نعم. والموضوع لا يتطلب هذه المدة، هذه هنا مكمن الغرابة. يعني موضوع هو فيه إيراد مالي، يفترض أن المصلحة وزارة الداخلية قبل أن يتنفذ الكميات أن تتم عملية طباعة نسخ جديدة، وأن يتم توزيعها إلى كافة مصالحها، لأن هذا في النهاية خدمة أساسية للناس لا سيما في الوقت الراهن.
نعم أستاذ مصطفى، أنت كنت من أطلقت حملة أين الجوازات، وتم التفاعل مع الحملة بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. هل هنالك أي ردود فعل عن الحملة أو أي تعقيبات من المسؤولين في الحكومة الشرعية كونك أحد الناشطين السياسيين المعروفين في اليمن؟ كون هناك تفاعل الحقيقة كبير على السوشيال ميديا، أعلن بطريقة غير رسمية عن وصول 10,000 جواز، ولا أدري كيف، يعني هذا غير رسمي حتى الآن، كيف تم توفيره 10,000 جواز، بينما يعني لا يفترض أن تصل بالتقسيط، يعني لماذا لا تصل الجوازات كلها ولكل الأماكن، كل الفروع الأحوال المدنية والقنصليات وغيرها لتقديم هذه الخدمة للناس؟ هذا يعني خدمة عادية جدا من حق المواطن أن يحصل عليها، ولم تعد منا أو لم يعد شيء كبير، يعني هو تكلفته في كما يتداول، يعني لا ليست لدي المعرفة الكافية بكلفة طباعة الجواز، لكن الحديث يتم عن دولارين تقريبا، لكن ما يتم دفعه الآن يتجاوز أحيانا 200 دولار، والبعض يتحدث عن أكثر من 800 دولار للجواز، لا سيما الحالات الذين يعني مضطرين للحصول على جواز. فهذه الحملة هي عفوية 100%، وتطالب بأن كل المتضررين بالسبب يرفعوا صوتهم، يسمعوا صوتهم للجهات الرسمية لتوفير جوازات، وهذا أقل نعم. ممكن عمله. مصطفى نص آخر سؤال أستاذ مصطفى، الكثير يتساءل ما سبب إلغاء الجوازات القديمة اللي هي صادرة من مناطق الشرعية؟ هل هنالك أسباب قانونية، أسباب منطقية لقدوم الشرعية على مثل هكذا قرار؟ هناك إشكالية حدثت فيما يتعلق باتهامات ببيع الجوازات، وهذه نشرت وبعضها تم الحديث عنه، وإجراءات تأمين الجواز أيضا هي إجراءات مهمة، وهذه يفترض أن لا تتساهل فيها مصلحة الأحوال المدنية، بمعنى أنه بالمقابل نحن نطالب أن يكون هناك جوازات ومن حق الناس أن يحصلوا على جوازات، لكن أيضا هذه نقطة غاية في الخطورة، لأن ضرب سمعة الجواز اليمني سواء كان ببيعه لجنسيات أخرى بحكم أنه أن اليمن يعاني من أزمة إنسانية وبالتالي بيعه لجنسيات أخرى، أو التفريط فيه من ناحية بعدم الاشتراطات الكافية للحصول على هذا الجواز بالأوليات الموثقة، هذه بالتأكيد من حق الجهات الرسمية أنها تعمل إجراءاتها في هذا الجانب. لكن وضحت الفكرة أستاذ مصطفى، لابد أن يتم توفير الجوازات للناس. نعم مصطفى ناصر شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا الكرام معنا اتصال آخر من تعز، الصحفي مفيد الغيلاني، مرحبا بك مفيد. أهلا وسهلا مفيد، أنت كيف تضررت من الموضوع، من إيقاف التعامل مع الجوازات القديمة وإيقاف إصدار جوازات جديدة في مناطق الشرعية؟ بالنسبة لموضوع الجوازات، دائما الشرعية تضعنا على المحك في كل مرة. نقلت البنك المركزي وحصلت إشكالية كثيرة، نقلت موضوع الجوازات وزادت من تعقيد المشكلة بشكل كبير جدا. الحكومة الشرعية المفترض أنها توفر الجوازات وتسهل هذه الخدمة للمواطنين، هناك الكثير من المرضى، هناك الكثير من كبار السن، من الأطفال الذين يريدون للعلاج يصطدمون بحائط عدم وجود الجواز، ضبطا لان الجواز اصبح الان فتح المجال للتماثره، ووصل سعر الجواز الواحد الى اكثر من 100,000. نعم مفيد ما زلت معنا؟ نعم نعم مفيد، اذا المفترض ان يكون هناك حل جذري، طالما انهم الغوا الجوازات التي تصدر من مناطق الحوثيين، فيفترض ان يكون هناك دفاتر وجوازات وتسهل الخدمه لكافه المواطنين، خاصه في المناطق الشرقيه، المناطق الشرقيه الان اصبحت منذ 3 اشهر والجوازات مغلق ابوابها.
لن يعد هناك دفاتر بحسب تصاريح رئيس المصلحة. نعم، إذن مفيد الغيلاني كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. الآن نأخذ اتصال آخر من صنعاء. أمل عبد الإله، مرحبا بك يا أمل. مرحبا أمل، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. علينا وعليكم كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة وصحة وسلامة وجميع كادر قناة بلقيس. عزيزتي حبيت أشارككم الموضوع لأني تفضل منصتكم، لأني واجهتني مشكلة في الحصول على جواز بعد أن فقدته العام الماضي. قدمت بلاغ ومشيت في الإجراءات اللازمة ولكن دون فائدة. قدمت طلب جواز لسفارتنا اليمنية في القاهرة، ولكن طيلة هذه الفترة تقدم اعتذارها وتعطينا موعد بعد الآخر منذ 8 أشهر. نعم. المشكلة ليست هنا، المشكلة أن والدتي تعرضت لنوبة صحية وكنا نريد نقلها للعلاج في القاهرة كونها أسهل دولة لاستقبال اليمنيين للعلاج، لكن للأسف أصبحت السبل كلها مغلقة في الداخل قبل الخارج. يعني الجواز الذي هو من حق أي مواطن أن يحصل عليه أصبح أمرا صعبا أو في غاية الصعوبة. يعني نعم نعم أمل أكملي. كما أنقل إليك قصة قصيرة أثرت فيني قبل بضعة شهور. رجل شايب توفى في القاهرة وتم منع ابنه كمرافق له وهو ابنه الوحيد في مطار عدن كونه يحمل جواز صادر من صنعاء. أصبحت الأمور يعني قرعة، من لديهم وساطة يمكنهم العبور، والمسكين أو بالأصح المواطن اليمني العادي لا يستطيع أن يتجاوز يعني موضوع السفر إلى القاهرة أو أي منطقة أخرى أو أي دولة أخرى. عزيزتي أنا حبيت أنقل عبركم هذه المعاناة. نعم. وأتمنى من الجهة المختصة بسرعة إيجاد جوازات سفر وتسهيل إصدارها من المنافذ المختصة لها والتي تتبع مصلحة الهجرة والجوازات سواء في الداخل أو في الخارج. نعم. كي لا يفتحوا سوقا كما ذكره المتصل الذي من قبلي سوقا آخر لقراصنة الجوازات. نعم، إذن شكرا لك أمل على المشاركة وعلى مشاركتنا لهذه القصة، ونتمنى أن ينحل الموضوع بأقرب وقت. إذن مشاهدينا الكرام، الآن أخذنا تصريحات من الشارع، نستعرض لكم بعضا منها. بالنسبة للجوازات بدأت بالفترة الأخيرة تؤرق الكثير من الناس، خصوصا في تعز فيما يتعلق بالجوازات. كانت الأمور تمشي بشفافية بسلاسة، كانت الجواز متوفرة، وكان الناس يعاملون ويخرجون جوازاتهم بالسعر المعروف. بعد ذلك بدأت الأزمة، وبدأت بحجة انعدام الجواز أو الكرت، هذا الجواز الذي يطبع قالوا في ألمانيا، ووصل سعر الجواز يا سيدي إلى ما يقارب أو ربما ما يزيد عن 150 ألف ريال للجواز الواحد، والذي سعره الأساسي لا يزيد عن 6500 إلى 7000 ريال، بحجة أنه أيضا لا يوجد جوازات على الإطلاق، بينما هناك أعتقد شبكة قذرة، للأسف الشديد أقول قذرة، ولوبي فساد بدأ يشتغل بقوة في تعز بخصوص ما يتعلق بالجوازات، وهو أنهم بدأوا يبيعون من تحت لا تحت الجواز. وصل بعض الناس يؤكد بل يحلف يمين أنه وصل إلى 200 ألف ريال ودفع 100 ألف ريال. أنا عن نفسي كنت أحد الذين تابعت لبعض الشباب، وعلى أساس اتفقنا على مبلغ معين، وظل الأمر لمدة شهر كامل، قيل بأنه بتصل اليوم بكرة الجوازات، بعده بعد أسبوع بعد أسبوعين، ثم نكتشف أن قيل كما قيل لنا أن مدير الجواز نزل عدن سرا أو لا أدري كيف وحصل على 500 جواز. نحن نأسف ما يحدث للشعب اليمني من جراء هذه المعاملات اللا مسؤولة. اليوم يفتقد الجواز داخل مناطق الشرعية بينما يتم منع التعامل بجوازات صنعاء، وبالتالي هذا سبب يعني حبكة أو سبب إرباك لدى الناس المواطنين في مدينة في كل المدن اليمنية من ضمنها محافظة تعز. ما يحدث في ما يحدث للجواز اليمني، يجب أن يكون هناك حملة وطنية للمطالبة أين الجواز، لأنها مثل هذه السلوكيات فقدان الجواز وعدم وصوله إلى المواطن معناه أنه لا يوجد أي خدمة يحتاجها المواطن. المواطن اليوم بحاجة إلى أن يسافر وأن يتعالج في الخارج، كيف يكون معه ذلك وهو لا يفتقد الجواز؟
كذلك العديد من المشاكل المترتبة على فقدان الجواز وعدم وصوله إلى المواطنين، من ضمنها كذلك الحصول على منح. هناك طلاب يريدون يحصلون على منح لا يجدون الجواز، وبالتالي فإن إشكاليات عدم وجود الجواز يتطلب من الشرعية والحكومة الشرعية المتواجدة ودعمها ومدعومة من التحالف أن توفر الخدمات حتى تكون حكومة واقعية ميدانية تخدم المواطنين بما فيها الجواز. أما أن تصبح مسألة الانتقادات والهجوم، يعني كل طرف يحمل الآخر، فهذا لا يخدم. إذن كانت هذه عينة من آراء الشارع في اليمن. الآن نواصل استقبال الاتصالات، ومعنا من صنعاء مؤنس علي. مرحبا بك مؤنس. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا مؤنس. كيف تضررت أنت شخصيا من الموضوع؟ في حقيقة الأمر أنا لم أتضرر، لكني أعرف ناس كثير تضرروا فيما يتعلق ببطلان الجوازات الصادرة بحسب ما يتحدثوا أنها الخادعة تحت سيطرة. مثلا لو تحدثنا عن جوازات يتحدث أنها خاضعة لسيطرة صدرت من مناطق خاضعة للحوثي، تجاهلت إلى المحافظات التي تتحدث عن الشرعية أنها محررة لاستخراج جوازات السفر، لكنهم للأسف وجدوا إطارات ورسومات باهية جدا، يعني قبل أن يتوقف الإصدار كليا، يعني بدعوى عدم توفر الورقة. أعتقد أن الأمر يعني مبرر واهي جدا. آلاف المرضى والطلبة والمضطرين للسفر عالقون بانتظار أن يتوفر الورق كي يتمكنوا من الحصول على جواز سفر من أي طرف، لا يهمهم في الأخير، هم معنيون بالسفر. إذن أنتم في الوقت الذي ينتظر فيه، يعني إذن أنتم في صنعاء مؤنس عندما تريدون الحصول على جواز سفر الآن كيف تفعلون؟ تذهبون لمناطق الشرعية؟ هل هنالك عناء في السفر، صعوبات للوصول للمناطق الشرعية بسبب تقطعات الطريق؟ كيف هو الوضع؟ بحسب ما هو معروف الوضع جدا مزري. الغريب في ذلك والمضحك المبكي أن من ذهبوا لكي يقطعوا جوازات في المناطق التي تتحدث عنها الشرعية أنها مناطق رسمية لم يتم إصدار لهم جوازات. تقريبا نحن في الشهر الرابع والجوازات تبدأ تقريبا أسعارها من 400 دولار وما فوق، البعض منهم لم يستلم جوازه حتى اللحظة. هناك أناس ذهبوا حتى، وهنا النقطة التي تحدثت عنها، في أن أعرف ناس كثير تم يعني عودتهم من تبع الوديعة بحجة، وهذا المضحك المبكي، بحجة أن ليس لديهم صورة الطير الجمهوري بالصورة. يعني تخيلي حتى الجوازات اللي أصدرت قبل 2015 تم بطلانها، يعني هم أخذوا يعني لم يتم إصدار جوازات جديدة في الوقت الحالي، بل وأنهم يعني لم يكتفوا بذلك بل قاموا بإيقاف الجوازات اللي تم إصدارها في السابق. وهنا تكمن المشكلة، يعني هم حاولوا أن يتم يعني نستطيع أن نقول يعني سحب حقوق المواطن في السفر وفي العلاج وغير ذلك. اليوم من يتحدثون عن أنفسهم أنهم للأسف شرعيون قاموا بمصادرة شرعية المواطن في العيش، بل على العكس من ذلك لم يستطيع المواطن حتى السفر إما للدراسة أو للعلاج أو حتى لغير ذلك. وللأسف لا يوجد دولة لدى السلطة، يعني أنا من وجهة نظري وكلاء ووزراء ومدراء أكثر مما لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لا هيك عن حكومتي شباب وأطفال أولئك الذين لديهم ربما تقريبا جوازات دبلوماسية حمراء ويعجزون عن منح جواز سفر عادي لمواطن يعاني من مرض عضال باع عائلة أملاكها. صدقي بالله في عائلة باعت أملاكها لإنقاذ، يعني فقط علشان جواز السفر، يعني باعوا بعض الأملاك قبل أن يكتشفوا أن العائق أمامهم جواز سفر مهان ومدفوعات في مطارة العالم للأسف، لأن الحكومة يعني في الأخير ليس لديها وعي. نعم، إذن مؤنس علي كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا. إذن مشاهدينا الكرام الآن ننتقل إلى آراء الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. طرحنا الموضوع سؤالا على صفحة الفيسبوك، نستعرض الآن بعض التعليقات التي وردت على الموضوع في الفيسبوك. عارف محمد الوليدي قال:
أصبح مطلب الشعب من الشرعية جواز سفر من أجل السفر للعلاج أو الدراسة أو الاغتراب أو العمرة والحج من أجل لقاء حبيب أو قريب شردته الحرب. يا شرعية، لم يعد يطالبكم المواطن بتحسين معيشته وأمنه واستقراره رغم أنها بديهيات يعني، ولم يعد المغترب يطالبكم بالمطالبة بتحسين أوضاعه، لكنه شعب عظيم ومتعاون ألا يستحق أن توفروا له جواز سفر. تعليق آخر لسليم السعداني قال: حكومة عجزت عن توفير توفير جواز سفر وبفلوس مش بفضل منها، لذا لن تستطيع تحرير وطن. حكومة فاشلة ومهترئة، ولذلك كل يوم تسقط أوراقها وتتصاعد أسهم الميليشيا. تعليق آخر من حسان يقول: كان الأفضل أن تحيد الجوازات كونها تعتبر من الأشياء الإنسانية. هنالك مرضى لا يستطيع الخروج من اليمن علشان الجوازات، فالحقيقة أنها مأساة بكل ما تعنيها أو ما تعنيها الكلمة. تعليق آخر لماجد يقول: الجوازات موجودة وبمبالغ كبيرة تصل لألف سعودي، القصة ما فيها مسراقة وشرعية نايمة ومش قادرة تفعل شيء. إذن أعزائي المشاهدين، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكركم على حسن المتابعة، ونشكر كل من تفاعل معنا في هذه الحلقة واتصل وشارك. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.